بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الصميم. أين يقف حزب القوة التقدمية للتغيير من المشهد السياسي الحالي؟ ما هي خلفيات اللقاء الذي جمع رئيس الحزب السيد صمبكام برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال الأسبوع الماضي؟ هل هنالك تفاهمات من نوع ما بين الحزب الممنوع حتى الآن من الترخيص والحكم الحالي؟ أسئلة يسعدنا أن نطرحها الليلة على مسؤول الإعلام في حزب القوة التقدمية للتغيير الأستاذ عبد العزيز كان. مرحبا أستاذ عبد العزيز، أهلا. شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج في الصميم. السؤال الذي نفتتح به هذا الحوار هو سؤال: أين تصنفون أنفسكم في المشهد السياسي الحالي؟ حزب في المعارضة، حزب في الموالاة، حزب خارج المعارضة وخارج الموالاة، أين أنتم بالضبط في المشهد الحالي؟ أولا أشكركم وأشكر القناة، أشكركم شخصيا على هذه الاستضافة وهذه البوصلة التي أعطيتم إياه لكي نعبر عنها عن آرائنا في المجال السياسي. قبل أن ندخل في جل الموضوع، نريد أن نقول فقط هي السياسة إما حالتين، إما معارضة وإما الموالاة في الحكم والمعارضة، ولكن الحالة الثالثة هذه الحالة مخترعة جديدا ولا أظن أن لها معنى بصفة تامة. نحن معارضة، معارضة خارج المنظومة، كما نقول خارج المنظومة السياسية. هذا يعني ماذا؟ يعني لا نعارض الأنظمة. في موريتانيا مشكلة هنا هي المشكلة المنظومة السياسية ليس الأنظمة. إذا نحن هنا لا نعارض الأنظمة السياسية، بل النمط السياسي الذي يحكم البلاد منذ الستينات هو هذا النمط وهذه المنظومة التي نعارضها، لأنها منظومة سياسية مبنية على الإقصاء والأنصرية. إذا فنحن نعارضها بجميع أشكاله. كيف تعارضون منظومة وفي نفس الوقت تريدون أن تعملوا من داخلها؟ هذا الكلام ربما يفسر أن حزبكم ما زال منوعا من الترخيص، لأنه إذا لم تكن مستعدا أن تعترف بمنظومة ليس لك الحق أن تتوقع أن تعترف المنظومة بك. نعم، وليس هناك أي اختلاف، وليس هناك اختلاف في المعنى. عندما نقول منظومة، عمل داخلها أو خارجها، على الأقل هناك السياسة، نحن نفعل السياسة، وإنما نقول سياسة لا بد من اللقاءات ولا بد من التشاور والتحاور. إذا رغم الاختلافات، عمل داخل المنظومة لتغييرها ليس كنفس الشيء عمل داخل المنظومة لتكريسها. إذا نحن هنا لا نعمل داخل المنظومة، بل نرفض هذه المنظومة حسب ما أوتينا من قوة في المجال السياسي، نندد بهذه المنظومة. حتى هذه اللحظة رسميا لم نعمل داخل المنظومة. ما الذي تقصدون بالضبط بالمنظومة حتى يفهم المشاهد ما الذي تعارضون بالضبط؟ المنظومة تقول يعني هذه المنظومة السياسية تقول يعني كيف تتجسد في أعينكم أو أمام أعينكم، كيف تتجسد هذه المنظومة؟ هذه المنظومة السياسية نرى أن جميع الأنظمة التي تمثل الحكم استثناء حكم السيد وشيخ عبد الله الذي أراد أن يغير المسار، وعندما أراد أن يغير المسار فنعرف جميعا ما الذي تعرض له هذا الانقلاب الذي تعرض له. يعني هناك مجموعات نافذة تسيطر على الحكم ولا تريد التغيير المنظومة، وهذه المنظومة ماذا تجسد لها بكلمتين؟ هو الإقصاء بعض الأبناء الموريتانيين في شتى مجالاته، في مجالات السياسة والإدارة والعسكر وهذه الأشياء كلها. إذن هناك سياسات جائرة منذ الستينات تعمل على إقصاء مجموعة من أبناء موريتانيا وتعمل لسيطرة مجموعة أخرى على الأخرى. إذن هذه ما نسميها هذه المنظومة، وكل هذه الأنظمة التي تواتر الحكم عملت بنفس المسار، ربما تختلف الأساليب ولكن هدفها هو الوحيد، هو الترك عن الهامش. لكن لو نظرنا في شيء من الموضوعية، والموضوعية مطلوبة من الكل، سنجد أن هذا الذي تسمونه المنظومة وتتهمونه بأنه يقصي بعض المكونات ويمكن لبعض المكونات، هي منظومة مكونة من كل المكونات،
وتمارس الإقصاء ضد كل المكونات، لماذا تريدون أن ترونها بعين واحدة؟ سؤال جيد. هي المنظومة، لما نقول منظومة يشارك في الجميع بدرجات متفاوتة، هذا كل الأنظمة في العالم. أينما ذهبتم هناك مجموعة ستسود هذه المنظومة، ولكن هي تعتمد على 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 أشخاص من المضطهدين، هذه تشارك فيه جميع الناس بصفات متدرجة. هناك من يعمل، هناك من يعمل لهذه المنظومة، ليست لمصلحة هذا البلد وليس لمصلحة الأبناء المهمشين، ولكن لتكريس هذا النظام، وكأنهم سوائد هذا النظام يعملون فقط لبطونهم وجيوبهم. سنتجاوز هذا الجانب. إذن سنعود حقيقة، كل الناس مظلومين ولكن بدرجات متفاوتة. هناك مظلومين في المجال الإدارة، مقصين لأنهم يعارضون الحكم، مقصين لمواقفهم السياسية، ولكن إذا تعلق الأمر بالقتل والتهجير ومنع من الأوراق الثبوتية، هذه حالة أخرى. لكن لو عدنا إلى، أنا طبعا لا أريد أن نبقى كثيرا في التاريخ لأنه برنامجنا برنامج يتحدث في الواقع ويستشرف المستقبل، لكن لو عدنا تاريخ هذه الأنظمة من الستينات إلى اليوم سنجد أنها ظلمت الكل، سنجد أنها اعتقلت الكل، أنها عذبت كثيرين، وأنها قتلت من كل المكونات، وهذا حديث في التاريخ، وأنا استضفتكم مرة ماضية وتحدثنا عنه في التفاصيل. دعنا نتجاوز إلى الراهن الآن السياسي. قبل أيام رئيس حزبكم السيد صمبتام التقى برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وصدر في نهاية اللقاء تصريح صحفي بدأت لغته مختلفة عن لغتكم التقليدية، فوصفتم اللقاء بأنه جرى في أجواء هادئة وودية. هل بداية تحول في الخطاب؟ ما الذي جعل الخطاب يتحول؟ هناك أشياء قبل أن أجيب لهذا السؤال، لابد أن نعود فيما تسمونه التاريخ. هو ليس التاريخ، عندما ترون أننا نبقى ثابتين في هذه المسألة، ما يؤرقل المسألة الموريتانية، ما يؤرقل الوحدة الوطنية، وما يؤرقل كل أشكال السياسة الموريتانية، هي هذه السياسات الإقصائية التي تدوم، ما هي دائمة حتى هذه اللحظة. ما جعلنا نضع الأصبعنا في هذه المشكلة بالذات هو كل شيء، اللبنات التي بني عليها هذه السياسات أو موريتانيا هي لبنات خاطئة وظالمة وإقصائية، وما زال قائما. كل الأنظمة تعمل بنفس كما قلت لكم بالأساليب مختلفة، ولكن على أن تبقى مجموعة. سنعود لنناقش الموضوع في بعدها الراهن في تقويمكم له. هي قديمة وراهنة. أصدرتم بيانا حول تقويم السنة من حكم الرئيس الحالي، سنعود لهذا الموضوع، لكن أنا أريد إجابة عن السؤال. ما الذي جرى في لقاء رئيس حزبكم برئيس حزب الاتحاد من الجمهورية حتى تختلف اللغة وتتحدثون باللغة الآن من داخل المنظومة؟ نعم. بل حتى ربما من داخل النظام، إنها لغة لا أظن. كان اللقاء في جو أظن أن العبارة داخل المنظومة هذه هناك بعض من الظلم. لا أظن أن هذه العبارة يمكن أن ننعتها كأننا نعمل في المنظومة. هو لقاء سياسي بحت. هذه العبارة التي قرأتموها وصفناها كما جرى اللقاء، نصف الأشياء كما هي، كما لو أنها جرت بصفة مغايرة لوصفناها كذلك، وصفناها بالضبط كما جرى اللقاء. هذا طلب الرئيس لحزب الاتحاد من أن يلتقي بالرئيس صمبتام، ونحن مستعدون. ما جرى في اللقاء؟ نعم، سأتحدث. لقاء بسيط، لقاء بين رئيسين حزبين سياسيين، حزب معارض وحزب في الحكم أو حزب الحاكم. تحدث عن مشاكل العامة للبلد، يعني كما كل واحد منهم استطاع وأراد أن يحلل أو يشعر الآخر بتحليلاته أو ما يرى الحكم الحالي. فقط بقي اللقاء في البيان إلى أن اللقاء تم بطلب من رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية. هذا يعني أن لديه شيء يريد أن يقترحه عليكم. ربما. من الذي اقترح عليكم؟ لم يقترح. لم ما هي الأشياء التي؟ لم يقترح أي شيء. قلت لكم هو لقاء سياسي تشاور فيه بين الرئيسين وتحدث عن قضايا راهنة كما قلتم الآن، وخاصة هذه السنة سنة حكم من الحزم حكم غزواني، وأدلينا به رأينا. هناك بعض الإيجابيات ولو كانت إيجابيات بسيطة، ولكن نرى في صلب الموضوع المسائل الشائكة العميقة
لم تكن هناك أي هل قبل أن نصل لتقويمكم لسنة من حكم الرئيس الجديد، هل فهمتم أو هل قرأتم رسالة أن يطلب رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية لقائكم أن السلطة تتجه لأن تعترف بحزبكم، أن تفتح صفحة جديدة معكم؟ على كل حال الأيام القادمة ستوضح لنا كل شيء. نحن كما نعرف لا نعرف نواهم، ولكن نعرف بالضبط أن السياسي كلما وضع قدمه يعني هناك حسابات خلفية. على كل حال حتى هذه الساعة نحن لدينا أولويات، وهذه الأولويات من تقبلها كما كان الأحكام السابق كمن تقبلها ومن أراد أن يعمل معنا بصفة جدية لحل المشاكل الشائلة أو الأولويات التي نقدمها فنحن مستعدون، ولكن لسنا مستعدين للعمل في الأنظمة التي تقوم بخطابات هذه جانبية. لن ننخدع على كل حال بهذا الأسلوب. هل تلقيتم وعدا بترخيص الحزب؟ لا لم نترقى أي وعد بترخيص. ونحن أيضا كما 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 أريد أن أبين في لقاءتنا السياسية ولو مرة طرحنا مسألة ترخيص حزبنا. مسألة ترخيص حزبنا ما زال في العدالة، ونحن نتابع القضية من العدالة. لم نطرح بعد حتى لقاءاتنا لقاء جرى بين الرئيس سمباتشام ورئيس عزيز في تلك المرحلة، ولم لم 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 نطرح هذه المسألة على الرئيس لكي يرخص حزبنا بتاتا. هذا يعني أن لديكم ثقة في العدالة ستصفكم؟ ما الذي يجعلكم لا تطرحون الموضوع في لا نرى أنه مسألة حقوقية. لدينا أولويات إذا تلقينا الرئيس أو مسؤول آخر لدينا أولويات نطرحها عليه. والحزب العدالة هل لدينا ثقة في العدالة؟ على كل حال العدالة ها هي، نحن وضعنا الملف في كل مرة وصل الوقت للحكم عاد الملف تأخروه مرة أخروه مرات ومرات، لا نعرف من وراء هذا التأخير. كلما وصل التوقيت منذ كم شهر موجود أمام العدالة؟ منذ أربعة سنين أربع سنوات. كلما قال لنا المحامي أن في هذا الأسبوع سيتم الحكم نأتي إلى المحكمة العليا ويعاد أيضا تأجيل حكم الحكم. طيب في موضوع تقويمكم للسنة الأولى من حكم الرئيس الجديد أصدرتم مذكرة قبل أسابيع وتحدثتم فيها ما اعتبرتموه نقاط قطيعة مع العهد السابق ونقاط استمرار. ما هي أبرز الملامح التقويم بشيء من الاختصار؟ لدينا مواضيع أخرى أيضا نريد أن لو كان هناك اختلاف فقط في الأسلوب، أسلوب الحكم أي نمط الحكم لغزواني ليس هو نفس الأسلوب لمحمد عبد العزيز، لأن غزواني كان حكما عسكريا بمعنى الكلمة، حقيقيا بمعنى الكلمة حكما عسكريا، حكم مستبد نوعا ما، كان يستعمل القوة والأمور تصور حسب ما يريد حسب مزاجه وهذه الأشياء. إذن كان علينا كلنا أن نلبي طلباته ونطيع أو نتولى الأمر، ولكن رأينا أن فقط في نمط أسلوب رأينا أن رئيس غزواني جاء بنمط جديد. أولا تهدئة الأجواء السياسية، ليس هناك التصيل، على الأقل تهدئة الأجواء السياسية، لقاء بالمعارضين، وهذا أيضا بداية نبدأ تسهيل الأمور للقاء مع. إذن هذا بالنسبة للنمط، بالنسبة للأسلوب السياسي أو الحكم ومعاملة مع الناس. هل التقى رئيس حزبكم بالرئيس؟ لا لم يلتقي. هذه أيضا من بين المشاكل التي سنتطرق إليها إن شاء الله لو ترى. ولكن فيما يخص المشاكل الجوهرية التي تعرقل الوحدة الوطنية بالمشاكل الأولوية، لماذا تعتبر أنه قضية تغيير نمط الحكم والتهدئة لماذا تعتبر أنها قضية بسيطة؟ تبدو قضية جوهرية لأنه نمط الحكم وطبيعة العلاقة والتحول من حكم أنتم وصفتموه بمتسلط إلى حكم يدير علاقة هادئة لا تستحق قضية أن تعطوها حقها، تعتبرها نقطة جوهرية. كوننا اعترفنا بها هذا يعني أعطينا حقها، ولكن ليس الكل. هذه التهدئة وحدها لا تسوي هذه المشاكل، لأن المشكلة هنا كما قلت لكم لو التقى الرئيس بجميع الأحزاب السياسية أو غالبية الأحزاب السياسية المرخصة حتى هذه اللحظة، لماذا لا يلتقي برئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، حزب مرخص وحزب ممثل في البرلمان؟
رئيس إبراهيم إبراهيم الصار. ولو تلقى أيضاً ولو لم يلتقي به بتاتاً لم يلتقي به بتاتاً ولو التقى أيضاً بقيادة قيادات سياسية أخرى هناك من تم حل أحزابهم هناك قيادات سياسية بحت لماذا لا يلتقي برئيس سمبتا الذي دائماً ينادي بحوار رغم مواقفه السياسية ربما نختلف في أشياء ولكن هذا اللقاء لا بد له أن يكون لأن من خلاله ستحل طيب المشاكل. النقاط الإيجابية أو النقاط القطيعة كما سميتموها فقط أسلوب الحكم ليس هناك حتى هذه اللحظة أسلوب مغاير لأسلوب محمد عبد العزيز في التعامل مع المعارضة ولكن المشاكل الأخرى هي من نفس المشاكل ولا وحتى هذه اللحظة لم نرى ما يبشرنا بأن هناك اختلاف جوهري في الأهداف. وبالنسبة للنقاط النقاط اللي تعتبرها نقاط سلبية. النقاط السلبية هو الإقصاء ما زال قائم حتى هذه اللحظة كل البيانات المجلس الوزراء وكل الاكتتابات التي نراها في جميع المجالات هي نفسها إقصائية بكل معنى الكلمة بكل ما الكلمة له من معنى إقصائية. إذن المسار الإقصائي والتهميش ما زال قائما ويعملون بها. كيف تقول ما زال قائما؟ الرئيس الحالي يؤكد في خطاباته أكد على ذلك في أيام كان مترشحا ويؤكد عليه في كل الخطابات التي قدم والوزير الأول السابق والوزير الأول الجديد على اعتبار محاربة التهميش ومحاربة الإقصاء ومحاربة الغبن أولوية من أولوياته ولكن إذا اعتمدنا على ما يقوله وماذا كان يقول عزيز في السابق كان يقول رئيس الفقراء وكان يقول هو الرؤوس المؤسس وكان يقول أن هو ينحاز دائما للفقراء ولكن ماذا جرى كلمات في جانب والعمل الملموس في جانب آخر. نحن لا نتقبل هذه الخطابات ونحللها ولكن ما يهمنا هو العمل الملموس في الميدان ماذا عمل بالضبط ما هو الشيء الذي يتناظر مع كلماته. إلى حد الساعة قلت لكم أن الإقصاء البيانات مجلس الوزراء والاكتتابات هي نفسها نرى أن هناك لا يعكس التعددية الثقافية ولا التعددية العرقية لموريتانيا. التعيينات تتم على أساس الكفاءة وعلى أساس الخبرة. لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك. على أساس الأقدمية على أساس معايير محددة وليس على أساس محاصصة. لا أشاطركم. هل تقترحون لا أشاطر لا أشاطركم هذا الرأي. لو لا هذا يعني أن لو كان على أساس كفاءة يعني أن هناك مجموعة واحدة أو شريحة واحدة مكونة واحدة موريتانية هي أكفأ وأجدر بهذه المناصب يعني هي نسبة الكفاءة فيها أكبر بكثير من المجموعات الأخرى. هذا ما تريد أن تقولونه. لا أظن بتاتا الذي يقول من يقول بهذا الرأي في وجهة النظر الأخرى يقول أنه أولا التعيينات من كل المكونات وإذا كانت هنالك نسب فهذه النسب ينبغي النظر إليها على أساس أنه ربما المعايير المتعلقة بكل مجال من المجالات رجحت هذا الشخص أو ذاك يعني أننا سنتعمق أكثر لو عدنا إلى الوراء سنتعمق إلى هذه المعايير. ما هي هذه المعايير؟ فلنضع أمامنا هذه المعايير. سنضع هذه المعايير كلها سببها وأصلها هو هذا الإقصاء التهميش الذي بنيت عليه جميع الأنظمة السياسية وهي مثلا الدراسة. هذه نرى أن تعريب الإدارة وتعريب كل شيء وهناك مجموعات في المدرسة الفرص النجاح متفاوتة. إذن سنعود إلى المعايير. هل لكم بصفة واضحة ما هي هذه المعايير المكتوبة لنحللها معا وسنرى ونبين لكم أن كل ما يجري هذه النتائج التي لا تعكس التعددية أصلها هو التأميش الممنهج من السابق منذ الستينات. طيب هذا من موضوع التعيينات تعتبرنا هو النقطة الأساسية من النقاط السلبية في المرحلة من هناك نقاط أخرى. نعم كما قلت لكم في جميع حتى في هذه التعيينات مثلا يعكس الكثير. لا هل هناك نقاط أخرى؟ نعم في مجال الوحدة الوطنية مثلا
لم نرى أن هناك مثلا هناك خطوات واضحة ملموسة لتكريس الوحدة الوطنية. مثلا هناك بعض مثلا أعطيكم مثال، هناك بعض من كانوا في المنفى مثلا في حكم عبد العزيز عادوا، ولكن نرى أن حتى هذه إعادة المظلومين نرى أنها إقصائية. هناك مجموعات أخرى ما زالوا في الخارج يريد مثلا هذه الوحدة الوطنية لم يستلم الفرصة. مثلا هناك بعض الشباب أعرفهم، بعض الشباب مثلا جمن تكي مثلا، هؤلاء يريد أن يعودوا، ولا حتى هذه اللحظة ليست لهم ضمانات. من الذي منعهم من حسب قولهم ليس هناك ضمانات كافية لعودتهم إلى البلاد. وهذه المشاكل الإرث الإنساني مثلا هو المشكلة الكبيرة الذي يرقي الذي يكبح تقدم هذه الوحدة الوطنية. أين لهم من هذه هذا الإرث الإنساني بجوانبه المتعددة؟ لكن هذه المشاكل حلها يحتاج وقت، والرئيس والوزير الأول في برنامجه قبل أيام أعلن أنهم سيحلونها. هل توقعون أن المشكلات عمرها عقود يمكن أن تحل خلال سنة؟ لا ترون أنه تبالغون عندما تعتبرون عدم حل هذه المشكلات خلال سنة نقطة السلبية؟ نعم، هذا حتى حسب فهم بعض الناس. لم نقل أنها ستتم حلها في سنة واحد، ولكن بدء في حلها. نرى هناك خطوات ملموسة لبداية في حلها. لم نقل هناك حتى في 5 سنوات يمكن أن لا يحل، ولكن ما الذي فعلوا حتى هذه اللحظة لفقط ليشجئنا أو ليطمئن على أن هناك مسار صحيح في حكم سيد الشيخ عبد الله؟ هل تم حل هذه المشكلة؟ على الأقل هو بدأ في المسار الصحيح عندما استطاع بكل شجاعة أن يعيد المبعدين إلى 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 دولتهم. هذا بدأ من حكمه ليس في حكم عبد العزيز. إذا رأينا هذه الخطوات شجعناها وتحدثنا عنها وذمناها بكل وطنية، ولكن حتى هذه اللحظة رغم الخطاب الكلام المعسول هذا لم نرى شيئا ملموسا في هذا الجانب. أي شيء؟ لم نرى أي شيء في هذا الجانب. بعد إلا أن الأسلوب تهدئة الأجواء موجود في المشاكل العالقة الشائكة القديمة ليس هناك. ماذا تعتبرون أن الأسلوب اختلف وأن الرئيس السابق كان وصفتموه بالمتسلط وبالمستبد؟ لماذا لا تعتبرون أن مسار محاسبة الرئيس السابق واللجنة التحقيق البرلماني التي شكلت والإجماع البرلماني الذي حصل، ما تعتبرون أنها نقطة إيجابية؟ ونلاحظ أنه حزبكم تقريبا في وضع متفرج، كان الأمر لا يعنيه. الأمر يعنينا، والله نتابع الأمر بكل جدية. وكلما تقدم الملف أصدرنا بيانا أو على الأقل اجتمعنا لنحدد موقفا ما. كما قلت لكم هو الهدف. ما هو موقفكم؟ نعم سأتي إليه. الهدف هدف، الغاية غاية، والوسيلة والنمط والأسلوب ربما يختلف. هذا هو المسؤول. لن ننخدع في هذه بالأسلوب فقط، لن ننخدع كما قلت لكم سابقا. ننتظر حتى نرى نتائج ملموسة وإيجابية وسنقدر ذلك. فيما يخص ملف عبد العزيز، نرى أن هذه اللجنة المشكلة اللجنة البرلمانية في البداية هناك كان هناك ارتباك والتردد، تقدم بخطوة عودة إلى الوراء، لم نفهم بالضبط. كما أن الرئيس السابق تحدث جميع الموريتاني وتحدث السلطات بثروته الهائلة، وهذه الثروة ستزداد. هذا التحدي للجنة البرلمان، تحدي للسلطات. هذه الاستدعاءات يستدعى مرة مرتين، يبقى هناك أسبوع أو أسبوعاً أو 5 أيام، يعود إلى منزله حتى نرى أنها اللعبة. هناك سيناريو وحيد. إذا كان الأدلة التي قدمت اللجنة البرلمانية لم أقرأها بكلية، ولكن برت بعض الأدلة أدلة دامغة يمكن حتى نبين عليها الإدانة، تدينه بصفة مباشرة. ولكن لماذا لم تصدر حكم حتى الآن؟ لماذا لم تتم إدانته حتى الآن؟ هنالك مسار قضائي يأخذ وقتا. على كل حال نحن لن ننخدع، ننتظر إلى النهاية حتى نرى. حتى هناك سيناريو، ربما تحريك الأشياء، خلق جو نوع من العداوة أو نوع من تريد أن تقول أنه يبدو لك من الموضوع غير جدي؟ حتى الآن ما زلت تقول أنه لا يوجد؟ نعم، حتى الآن نحن نرى أنه غير جدي. سننتظر ربما. في لهذا لم نقل أنه ليس جدي، لم نجزم هذا بالضبط، ولكن لن نؤكد
على جدية هذا المساء. هناك استدعاءات وهناك عودة المنزل، هناك أدلة تقدمها اللجنة العسكرية، لجنة التحقيق البرلمانية، سننتظر حتى نرى. ولكن أنا بصفة شخصية ليس موقف سياسي أرى أن هناك سيناريو ربما تحريك المشاعر، ربما خلق جو من العدوانية بين الرئيس السابق وخلفه، في النهاية ماذا سيبرر للحكم وينتهي وسعود الأمور إلى نساء. ألا تعتبرون أنه مجرد أن يكون هناك تحقيق برلماني ومجرد أن يكون هناك رأي عام يتشكل ضد الفساد أنه هذه قضية تستحق من حزب مثلكم أن يهتم بها ويتابعها؟ فالفساد في النهاية المتضرر منه هو كل الموريتانيون، وأن يوجد تحقيق برلماني في قضية قد يفتح الباب لقضية. هل قلت لكم أننا لا نحتم؟ نحن أنا قلت لكم أننا نحتم بهذه القضية ونطابقها جديا، وفي كل أسبوع نجتمع لقراءة وتحليل هذا المجال. ولكن كما قلت من حقنا أن نؤمن بجديتها أو لا نؤمن بجديتها. حتى هذه اللحظة لم نقل أنها ليست جدية بصفة مجزمة، ولكننا ننتظر إلى الأمام لنرى ما مدى جدية هذا التحقيق. ولكن في هذا حتى هذه اللحظة نحن نتحفظ على هذه القضية، فهذا أيضا من حقنا. تلحون في العديد من البيانات على موضوع الحوار، ما الذي تعنون بالحوار أو أي حوار تقصدون أو أي حوار تريدون؟ جيد، منذ سنوات أو حتى منذ تأسيس الحزب والحركة السابقة أيضا كلها كنا دائما ننادي بالحوار، حوار سياسي وطني، لأن نرى كما قلت لكم سابقا سيقول البعض أن هناك أشياء قديمة، إلا أننا لن ننخدع مرة كما رأينا أن الأسس التي بني عليها موريتانيا أسس خاطئة. لا بد من حوار لإعادة المشروع الوطني لموريتانيا، إعادة الحكم أو المنظومة السياسية، مشروع موريتانيا بلبنات جديدة عادلة، أي تعكس التعددية الوطنية. وهذا الحوار لن نترك أحدا مهما كان انتماءه السياسي، مهما كان آرائه على الهامش، نحتاج إلى الجميع. لابد أن نستمع، لابد أن نحاور، وكل يأتي بآرائه في مرحلة ما رغم الاختلاف ورغم تعصب البعض. ولكن في النهاية ما يهمنا هو ماذا سنخرج بمشروع متشاوري لموريتانيا. لكن هناك من يقول إنه هذا الكلام أيضا كلام معسول، كما تتهمون الآخرين بهم يقولوا كلام معسول ولا يطبقون. لكن البعض يقول أيضا أنتم تقولون هذا الكلام المعسول، وأنتم في الحقيقة تضمرون نيات انفصال، والحزب هو امتداد أو تعبير عن حركة، هي حركة فلام، وهي حركة يرى البعض أنها حركة في أصلها حركة انفصال وحركة انفصالية. فهذه سنة الحياة. على كل حال هناك من يؤمنون بنا وهناك من لا يؤمنون بنا، حتى لا نقول من يكفرون بنا، وهناك من هم مصممين في حملة الشيطنة الدائمة منذ السنوات. فهذه سنة الحياة. على كل حال لن نستطيع أبدا أن ندخل في قلوب الجميع، ولكن نحن نعرف أنفسنا. لكن السؤال المطروح، هل فعلا ما زلتم تطرحون خيار الانفصال؟ هل ما زال هذا الموضوع حاضرا في أدبياتكم؟ أنا سأسمع إجابة منك بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعد حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها الأستاذ عبد العزيز كن، مسؤول الإعلامي في حزب القوة التقدمية للتغيير. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والأخير من حلقة الليلة من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها الأستاذ عبد العزيز كن، مسؤول الإعلامي في حزب القوة التقدمية للتغيير. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز كن. أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنت طرحت عليك السؤال أنه الآن تطالبون بالحوار وتطالبون بحوار يشارك فيه الجميع. البعض يتهمكم بأنه تخفون وراء هذا الكلام المعسول حقيقة غير هذا الذي تطالبون به، ويذكر أن حزبكم هو امتداد لحركة لها طرح انفصالي وهي حركة فلام. جيد، على كل حال سنرى. من يقول أن هناك
كلام معصود فمن حقهم أن يدلوا بما يشاءون. على الأقل فليجربوا فليمد اليد المساعدة، فليد يد الحوار ليتبين لهم أنهم على خطأ. على كل حال ليس لن يقدم أحد منهم دليل قاطع على أن هذا الكلام كلام معصول، فهذا تحليلهم فهذا بسيط. بالنسبة للانفصال كما ورد السؤال، هل ما زال قائم؟ لم يعد في وقت من الأوقات حركة انفصالية، فهذا فإذا من الحملة الشيطنة كما قلتم، مسألة قديمة قامت الحكم معاوية سيد أحمد طايا بجميع نفوذه لشيطنة هذه الحركة، لم تكن في يوم من الأيام حركة انفصالية. ولا يمكن لأحد مهما كان أن يخرجني دليل أو بيان أو مشروع سياسي يدل على انفصال. تاريخية للحركة طلعت لم تكن. هناك من يقول حتى أنها حملة السلاح حملة السلاح ورد هذا، ولكن انفصال هذه لا يمكن إنسان. نحن قلنا منذ تأسيس حركة فلام سابقا في نهاية بعدما نددت في النظام الأنصري لماو سيد أحمد طايا، طالبت بالحوار آنذاك، طالبنا بالحوار آنذاك، طالبوا بالحوار في مانيفست 86، ولكن حملوا السلاح ضد النظام والطايا. من قتل أبنائك؟ من سجن أبنائك بالمئات؟ من الذي شردك؟ من الذي أبعدك من وطنك ليحق لك أن تحمل السلاح؟ طيب نعود إلى الموضوع الآن الذي تطالبون به الآن عمليا. ما الذي تطلبون الآن من النظام الحالي أو من النخب السياسية الحالية لكي يكون أساسا لهذا الحوار؟ ولكن دعني أعود إلى هذه المسألة، لأنكم طرحتم السؤال بصفة واضحة ولا يمكن أن نمر عليها هكذا. إذن سيعيد سيزيد من التعكير الموضوع، سيزيد هناك أيضا خلل في المفاهيم. قلت لكم أن هذه حملوا السلاح ضد النظام معاوية سيد أحمد طايا، والناس يرون أن هذه المنظمة حمل السلاح، ولكن لا ترى في المقابل ما عانته الزنوج في تلك المرحلة. كم من عسكر قتلوا في تلك المرحلة على أنهم فقط سود، وكم من قرية تم إزاحتها في الخريطة الوطنية. لا يمكن هناك حاولتم الانقلاب على نظام فعاملكم بما يعامل به كل من حاول الانقلاب على نظام. بل تاريخ الانقلابات العسكرية لا عندما تحاول أن تنقلب على نظام، إذا تنجح تصبح بطل وحاكم، وإذا تفشل ولكن تواجه مصيرك. ليست بهذه الصفة، إلا أننا نحن تكوننا بعد هذه السياسات الإقصائية، بعدما تعرضنا للظلم والخناق والقتل. أنا أريد أن كما قلت لك سيد عبد العزيز، نحن نتحدث في الحاضر وفي المستقبل. إذن لو كنا نتحدث في السابق، إذن دعونا من هذه الأسئلة القديمة التي لا أساس لها، والتي حاليا المشروع الذي يقدمه حزبكم، حزب القوى التقدمية للتغيير، ما أبرز الحلول التي يقترح لهذه المشكلات؟ يعني لا ينفع فقط أن تبقى تتحدث عن مشكلات، المفروض أن الأحزاب السياسية تقدم مشاريع حلول وليس فقط عناوين مشكلات. نعم، عناوين المشكلات نحن حتى هذه اللحظة هي مشكلة موريتانيا. حتى في جميع اللقاءات التلفزيونية نسأل فقط عن المشاكل ونسأل الحلول. نحن ترون أن يمكن لحزب مثل حزب القوى التقدمية هذا المسار الذي قام به مدة 30 سنة أن يبقى في التنديدات بدون حلول. لدينا حل لكل مسألة، وهذه اللقاءات السياسية يعرفون أن لدينا حلول في التأثير، إلا أنكم قل لي في مجال ما في نقطة معينة ما حلكم في هذا المجال، سأعطيكم حلنا في هذا المجال. ماذا تقصدون بالضبط؟ أعطوني مسألة مثلا. طيب أنا سأطرح لكم قضية أخرى، لأنه لدينا الآن الوقت بدأ يضيق ولدينا العديد من الأسئلة. أنتم حزبكم حزب مكون أساسي من تحالف اسمه تحالف التعايش المشترك، وهذا التحالف كان له مرشح في الانتخابات الماضية. يقول البعض إن القوة السياسية الموريتانية وبذات القوة المعارضة منها تطرح شعارات تريدها من الآخر لكنها تفشل هي فيها. يطرحون موضوع الديمقراطية، موضوع التناوب. أنا سأطرح عليك، أنتم مثلا تطرحون شعار التعايش المشترك، وهنا ملاحظتان في حزبكم وفي التحالف يطرحون لا نجد كل المكونات، نجد فقط مكون واحد، بل حتى ربما مكون من مكون. وأنتم حتى داخل هذا التعايش لم تستطيعوا أيضا أن تتعايشوا، ولذلك انقسم هذا التعايش.
التحالف. هذه مسألة أرجو أن تعطيني وقتا قصيرا لوجيه إجابة عن النقطة الأولى منها. النقطة الأولى يعني منها. كيف تقترحون تعايش مشترك والذي تقدمون في حزبكم هو مكون واحد ولون واحد؟ هذا شوف هذه مشاكل، هذه مشاكل عالقة في موريتانيا، هذه الطبقية وهذه الشرائحية في شتى المجالات. أطرح عليكم، نحن في تعايز مشترك وفي حزب القوى التقدمية ليس هناك قانون، ليس هناك مادة، وليس هناك في جميع نصوصه ما يحرم أي موريتاني من الانتصار. لم نقل فلان آتوا فلان آتوا، لم نكتب سونيك آتوا أو البيضان لا تأتوا. لا، المفروض أنتم تأتون، المفروض أنتم تتقدمون إليهم، تبذلون جهد لكي يلتحقوا بكم، تصرون عليهم. لا تصير هكذا، ليس هناك أي حزب سياسي يصير هذا. أنتم في حزبكم أنا أتحدث معك وأطرح عليك هذا السؤال كما أطرحه على كل الأحزاب الأخرى. أنا عارف، ولكن دعني أجيب على الأقل. قلت لكم السياسة، نحن لم نذهب إلى البولار أو إلى السونيكا ليقول لهم هاتوا إلينا. هؤلاء الذين المنتسبين إلينا هم جاءوا بتلقاء أنفسهم، لأنهم يرون أنفسهم في هذا المشروع الذي نقدمه. أسألني، لو أتى إليكم عربا يريد الانتساب لحرمتموه؟ لو قلت لك لا، في هذه المسألة تقول بأننا أنصر. لماذا لم يأتون إليكم؟ لم يروا أنفسهم؟ عليك أن تسألهم. لا، أنا أسألك. أنت ضيف الليلة. لا لماذا لم يرى هؤلاء أنفسهم في حزبكم؟ صراحة لو لم يكن هناك أنصرية، ولم يكن هناك كما يقول الكبرياء في بعض الشرائح، لا أتوا. لأن كل الأنظمة، كل الأحزاب السياسية في موريتانيا العنصرية في كل الشرائح يا عبد العزيز، وليس في شريحة. ولكن دعني أبين لك الأمر أمرا ما. هذا السؤال وارد في شتى المجارات، في شتى البرامج، لماذا ليس هناك؟ ولكن أطلق السؤال، أنا قلت لكم ليس هناك قاعدة أو مادة يحرم أي موريتاني أن ينتسب إلينا إذا رأى أن مشروعنا صالحا له. فهذا بس، من لم يأتي فنسأله هو لماذا لم يأتي. على كل حال، والمجال آخر، لماذا الأحزاب السياسية كلها، حتى الأحزاب السياسية أكثر تعصبا منا، كلها فيها شرائح أخرى؟ هل مشروعهم السياسي أفضل من هذا المشروع الذي نقدمه؟ لا أظن، لا أعتقد ذلك. وهل وطنيتهم أكثر من وطنيتها؟ فأنا أشك كبيرا في ذلك، لأن هناك أنصرية، هناك تحفظ، هناك جميل أحزاب سياسية فيها البولار، فيها السونيكا، فيها الولف. نحن نذهب إلى جميع الأحزاب وجميع المنظمات، وهذه المنظمات أنا الأخرى لم تكن. أنا سأقول لك إجابة يقولها بعض هؤلاء. نعم؟ يقول إنه لأنكم تطرحون فقط مشكلات مكونات جزئية تأتي لكم هذه المكونات، ما دمتم لا تطرحون إلا خطابا جزئيا في النهاية سيأتيكم فقط. لماذا لا تطرحون خطابا وطنيا يهتم بالجميع لكي يأتي إليكم الجميع؟ شوف، هو كل إنسان يفهم ما يريد أن يفهمه، ويستمع إلى ما يريد أن يسهمه. وإذا أردنا أن كما يقول المثل الفرنسي، هناك مشاكل كثيرة، إلا أننا نحن مشكلة. قلت لكم لو حتى ولو كان جميع الفئات مظلومة، هناك ظلمات بدرجات متفاوتة. نقف مع المظلومين، ولكن نحن عندنا أولويات. قلنا إذا كان الأمر يتعلق بالقتل والتهجير وهذا الظلم وإزاحة القرى من موريتانيا، نضعها أولوية، ولكن هذا لا يعني أن نترك الآخرين في ظلمهم، نقف معهم، هذا واضح. إلا أن هذه المجموعة التي ترى أنهم منحازين إلى شريحة ما وكذلك لا يعترفون هم بنفس الدرجة أن هذه المظالم متفاوتة الخطورة. يريد أن يجمعوا كل المشاكل بشكل واحد أو بنمط واحد بأسلوب واحد، فهذا لا نقبل به. الشق الثاني من الملاحظة هو الشق اللي يتعلق بفشلكم حتى في التعايش السياسي، ورغم أنه الأحزاب المكونة لهذا التعايش هي أحزاب بينها الكثير من المشتركات مجتمعية وإيديولوجية، ولكن بعد الانتخابات مباشرة قسم هذا التحالف إلى قسمين. أنا كما قلت لكم، يعني أنا لا، إذا لم تستطيعوا أن تتعايشوا فيما بينكم رغم التقارب المجتمعي والإيديولوجي، كيف يمكن أن تحققوا التعايش في سياق أوسع؟ نحن لا، هو التقارب الإيديولوجي هذا تعايش المشترك لا يعني أن نكون في نفس المسار أو تكون لدينا نفس الآراء. رغم الاختلاف، هذه سنة الحياة، سنختلف في هذا البلد مهما طال، مهما كان هناك سلمية سنختلف. الاختلاف ليس هو المشكلة، قلت لكم، إلا أن المشكلة يكمن في العدالة الاجتماعية، لكل ذي حق حق، كل واحد ينال حقه. في التعايش المشترك أحزاب سياسية، ليست هناك أحزاب سياسية مجتمعية إلا لمن يراها مجتمعية في عينه،
والخطاب كان خطابا وطنيا والمشروع السياسي كان مشروعا سياسيا وطنيا. ونحن نتحدى لجميع الجيش. ما هو أساس الاختلاف الذي حصل؟ نعم. يعني اللي جعل خلينا عبد العزيز ننزل إلى يعني إلى 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 التفاصيل. اعتبرت طيب هذا خلاف سياسي عادي، على ماذا اختلفتم؟ ما الذي جعل تحالف التعايش المشترك الذي رشح مرشحا واحدا للانتخابات الماضية هو المرشح كان حميد بابا بعد أسابيع فقط أو أشهر بالحد الأعلى ينقسم إلى قسمين، قسم بقية يرأسه كان حميد بابا وقسم فيه مجموعات أخرى وسميتمه تحالف التعايش المشترك حقيقة ومصالحة. فهمت السؤال، فهمت السؤال، على ما اختلفتم؟ فهمت السؤال، ولكن قبل أن أدخل في الموضوع دعني، هؤلاء هذه التعايش المشترك فيه بعض العرب، فيه الجبهة الوطنية الشبي والشيخ ملعيني، لماذا لا يرون أن هناك رغم أنه قليلون هناك حزب سياسي، رجل شجاع، رجل سياسي قديم من طراز العالي، ولكن لا يرون ذلك. إلا هؤلاء لديهم عدسات يرون ما يريد أن يرون فيها. والآن من الشق الذي بقي معك. نعم، في الشق من الشق من البقية. طيب على ماذا اختلفتم؟ اختلفنا في النمط التسييري للائتلاف. بس نحن رغم أن نمط تسييري. كنا الصورة أكثر. نحن رغم أننا في ائتلاف، كنا في ائتلاف لائتلاف انتخابي سياسي. ولكن نمط سياسي كان هناك بعض يريدون أن يحولنا هذه المجموعة إلى حزب سياسي واحد يرأسه رئيس كان حميد بابا. هذا هو نمط الاختلاف، ونحن نرى أن هذا ائتلاف هناك مجموعات متباينة مختلفة في آرائها ومواقفها وتاريخها، فلنبقى في ائتلاف ولتكون رئاسة تدور الدائرة حول جميع هذه المنظمات عندما يحتاج الأمر، ونمضي قدما خطوة خطوة عندما تحين الوقت، عندما يكون الأمر ظروف ملائمة لتحويلها إلى حزب نحولها إلى حزب. ولكن بين ليلة وضحاها هناك مشاكل جوهرية لا يمكن أن نحولها إلى حزب سياسي، إلى حزب سياسي. هذا الذي تقدمونه بهذه الطريقة، هنالك من يقدمه بطريقة أخرى. هذا من حقي على كل حال. يقول إن المشكل، وهذا مشكل أيضا يقال إنه مشكل لدى الكثير من الأحزاب السياسية المعارضة، أنها رغم أنها تطالب بالديمقراطية وتطالب بالتناوب، لكن هي في الحقيقة أحزاب تدور حول أشخاص، والمشكلة مشكلة زعمات. نحن على هنالك في النهاية زعمات. أنا سأصارحك. كلها يريد أن يبقى له عنوان. أنا شوف، أنا سأصارحك. لست من أفعال السياسة ولست من المراوغين. رئيسنا رئيس سنبتشان لو كان الأمر يعتمد عليه لتركنا منذ 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 بعيد. نحن الذين لا نلتف حوله ونريده له أن يبقى. وهذا نفس الخطاب الذي يقوله. نعم، كل هذا لا يعني حتى لا يعني على مستوى السلط الحكام يقول على كل حال، لأن الشعوب تتشبث بهم. الرئيس عزيز كان يقول الناس تتشبث بهم. أنا لا أعرف ما يدور في الأحزاب الأخرى، ولكن أتكلم وما هو واضح لي هو حزبي أنا، وأنا على يقين أن حتى المؤتمرات، هناك مؤتمر في فرنسا كان رئيس سنبتشان يريد أن يستقيل، أصبح الصالة كلها تبكي يا ويلنا يا ويل يبكون، لان رئيس اراد ان يتركنا على الهامش. وهذا المؤتمر الذي كان هنا في 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 نواكشوط هنا لم يكن اي مترشح. ما يدور في الاحزاب السياسيه وما يدور في الاحزاب السياسيه على اننا نحن نثق برئيسنا ونثق في المرتبط كله برئيس. اذا ما ضر رئيس انتهى خلاص. لا ابدا، رئيس قبله ربما كانت هناك منظمات، وهناك منظمات اخرى ليس لا يرأسها رئيس سنبتشان. كم من منظمة سياسية اجتماعية حقوقية في موريتانيا لا يرأسها رئيس سنبتشان. طيب بقيت لدينا دقائق وعندنا بعض الأسئلة أرجو أن إجابة عنها. مكي المكي يقول أرجو أن تسأله هذا السؤال، يتهم البعض حركة أفلام بأنها لعبت دورا محوريا في تأليب المعارضة السنغالية على الجالية الموريتانية في السنغال. هذا السؤال طبعا قديم. مدى الأحداث العرقية بين الجارتين الشقيقتين وأنها لعبت دورا كبيرا في تأجيجها، هل لكم دور شخصي يقول في هذه الأحداث، ما هو دور فلان بصورة عامة في تلك الأحداث؟ أرجو الاختصار في الإجابة عن الأسئلة. أنا 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 أقول لهذا السؤال سؤال، لا أريد أن أدخل في هذا الجدل، أرد عليه فقط أقول له يرى أن هناك تصعيد بين الوزارتين وكذا السنغال وموريتانيا، ولا يذكر هو هذه المئات التي تم تهجيرهم من موريتانيا ظلما كونهم زنوج، وهل يعترف بأن هناك مئات قتلوا في الثكنات العسكرية موريتانيا ظلما وعدوانا، رغم الخطأ الوحيد هو أنهم زنوج،
وهل يرى العدد المئات المفصولين من عملهم رغم أنهم فقط ظلمهم الوحيد وأنهم زنوج؟ محمد كان يقول ما هو التغيير المشهود؟ هل هو أن تحكم الأقلية الزنجية؟ ولماذا تحبون لغة المستعمر وتريدون فرضها في التعامل بدل اللغة العربية؟ هذا فليوجه السؤال إلى من يحبون اللغة المستعمر. على كل حال نحن في حزبنا نؤيد ترسيم اللغات منذ الزمن، ولكن هناك حتى البعض. أي لغات تريدون ترسيمها؟ ترسيم اللغات الوطنية وترسيم جميع اللغات وإدماجها في التربية في 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 في, في المنظومة التربوية. وحتى هناك من يشككون في ذلك. من يحبون اللغة الفرنسية فهم هؤلاء الذين يسجلون أولادهم في البرامج الفرنسية الموجودة هنا في تفرغسي. عندما تزور المدارس الفرنسية هنا سترى من الذي يحب الفرنسية أكثر من الآخر. يحيى بن محمد يقول ما هو ردكم على من يتهمكم بالعمالة وتشويه صورة موريتانيا خارجيا، ولماذا تميزون بين الأعراق عند دفاعكم عنها؟ تشويه الصورة، لا أعتقد أنها شوية صورة موريتانيا. من يشوي صورة موريتانيا هو هذا الذي يؤيد الظلم، هذا الذي يؤيد العبودية، هذا الذي يؤيد الأقصى، هذا الذي يحاول أن يستنكر ما يعانيه الموريتاني، هو هذا العدو الأول لموريتانيا، وهذا الذي يشوه صورة موريتانيا. ما نقوله هو إدانة هذه المعاملات، هذه الظلمات، وإيجاد لها حلول لتصفية هذه هذا السم المنشور في موريتانيا. ولكن يشوه صورة موريتانيا من؟ هذا الذي يستبد، يقتل، يشرد، يبعد أبنائه، هو الذي يسيء إلى سمعة موريتانيا وليس الآخر. نحن الآن بدأنا في السنة الثانية من حكم الرئيس الجديد، وأنتم من بين أحزاب حتى الآن تعتبر أنها يمارس عليها ظلم لأنها لم ترخص. هل لديكم برنامج تسعون من خلاله إلى أن تستعيدوا هذا الحق أو تحققوا هذا الحق؟ على كل حال نحن نصمد كما صمدنا دائما في جميع الظروف، جميع الحالات، جميع الظروف الظالمة بالنسبة لنا. كما أننا حتى وإن لم يؤمن بها البعض يرون جانب سلبي، نحن عندما رفض السلطات أن ترخصنا وضعنا الملف أمام القضاء منذ 4 سنوات كما قلت لكم في البداية. ونأمل إذا كان الحقيقة حكم غزواني، إذا كان في الحقيقة أنه مغاير تماما بالنسبة لحكم عبد العزيز، وأن القضاء حر لا يعتمد على مزاج الرئيس، فسنرى الحكم الذي هناك. من يتهمكم بأنكم عمليا في وضع انتظار دائما، أنه لا تفعلون غير تكرار المظلميات، وأنه ليس لديكم فعل على الأرض يزيد من يعني يسعى لتحقيق أهدافكم ويسعى لخدمة المجتمع ولتحقيق القيم التي تطالبون بها. نعم. أنه فقط باقين في مكاتب. نعم. تسجلون بيانات. هذه ربما هناك لا يرون ما نفعله، وربما أيضا لا نخرج كثيرا. نحن صبورين، لدينا خطة واضحة يمكن أن لا يتفق عليه الجميع. ما هي أولوياتكم في هذه الخطة؟ في هذه الخطة نحن أولوياتنا أولا كما قلت لكم نريد أن ننشئ جوا هادئا للحوار الوطني، سنقدم إليه مشاكل، جميع المشاكل وحلول التي نقدمها للموريتانيين، وهذه الحلول وضعناها في الشبكات التواصلية، ولكن رغم كل هذا لم ينتفع منه كثيرين، ما زالوا واقفين على هذه الاتهامات. يبدو أن وقت الحلقة وصل إلى نهايته. إذا كان هناك كلمة أخيرة تريدون أن تختموا بها الحلقة. فقط أريد أن أشكركم وأشكر قناة هذه الضيافة وأشكر جميع الموريتانيين. على الأقل أريد أن أنصح البعض فقط أن يكفوا من هذه الأسئلة الاستفزازية القديمة الانفصالية بدون أي بديل، تعكير الأجواء بين موريتانيا والسنغال، ومن يبقون هنا فهم جزء سبب أن نبقى نحن كما نحن عليه، لأن من 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 لحظة التي هم ينكرون هذه المظالم، من لحظة أنهم ينكرون هذه الجرائم ويرنا أن نتخطى المسألة، لا بد منهم أن يبذلوا جهدا لماذا لاعتراف بهذه الجرائم ومطالبة بتحقيق حقوق. إذن من جديد نجدد الشكر لكم أستاذ عبد العزيز كن على المشاركة معنا في حلقة الليلة من برنامج الصميم، كما نشكر الطاقم الذي أسرف على إنجازها.
والشكر جزيل يتجدد لكم مشاهدينا الكرام. إلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.